لا حضرتك والله الحمد لله. سوري مصري كنت عاوز اقول لك كيفك خيي. المحل بسم الله ما شاء الله طبعا هنا من المحلات المميزه في مدينه المحموديه بتقدم ايه هنا؟ انا شفت بقى حب العزيز ده انا ما شفتوش قبل كده. انا عاوزه منه عايزين حب العزيز بتبيعه وكنت عاوزه كمون وعايزه فلفل اسود وعاوز انا حب الرشاد. ماشي بسم الله ما شاء الله. انا في انواع كتير جدا من العسل موجود. ده انواع جميله كمان. عسل عسل ده يعني حاجه مش عسل. عسل بالمكسرات فوق اهو. اه في بالموالح حبه البرد عسل في في عسل جبلي. اسعار ممتازه. لا الاسعار هنا مميزه في المحل بصراحه. احط لك الاضافه يا راجل. معرفش انت هتصور فين اساسا. شوف انت انا هقطع عين الزغاليل وبلاش اصور في الحته الخانقه دي. تعال يعني هقطع جيبهم الاول كده ومش لازم اصور انا بجيبها. الكلام اللي بيتموا تحت وخلاص. ماشي شفت بقى فايدة جميلة جدا الازرق. الشارع بتاعنا كده كل مناطق عشوائية كده. طبعا فايدة كبيرة جدا وفايدة عظيمة من زراعة الاسطح ان انا بقدر اوفر اعلاف كتيرة جدا للدواجن واوفر كمان فلوس وما برعاش هام. استنى ما بتاع الليمون يمشي. تكساس يلعب معه. وزي ما قلنا فايدة عظيمة جدا من فوائد زرع. قلنا فايدة عظيمة جدا من فوائد زراعة الأسطح أنا بقدر أوفر كميات كبيرة جدا من الأعلاف الجاهزة. أعلاف الجاهزة التاجر. وفايدة عظيمة. تعالى نزل كده عند الزرع. أو ننمو هنا. تعالى. تعالى نزل هنا كده هتطلع. في نهاية الفيديو بإذن الله. لا ده مش هيلعب معايا ده هيجلس عليا. عايز يلعب. شو الرخامة؟ لو بيرخم عليك انت بس مش على العبد. لا الحمد لله عشان هو اللي بيلعب. عشان هو اللي بيلعب الحمد لله. لا هو ده يعني نخلص منك انت ولا بتاع الليمون يعني انت وبتاع الليمون ركسو. انا غلطانه توقفت عليك. بس اقعد هز عفرت. طبعا باذن الله هنعمل لكم فيديو جميل جدا عن روتيننا بس بالليل لان في اجراءات احنا بنعملوها بالليل لازم تتعمل ما ينفعش تعمل بالنهار.
هنعمل لكم فيديو ليلي عن الاجراءات اللي احنا بنعملها بالليل وعن تربيه. خليك معايا.